ثالث نوع proof رح يكون هو proof by contradiction أو الإثبات بالتناقض. هلا الإثبات بالتناقض هو عبارة عن proving that the proposition cannot be false. The proposition مستحيل يكون false مثلا, thus proving it true. إذا هو مستحيل يكون false فبالتالي اللي هو أنا بعمل assumption إنه false, فبما أنه هو مستحيل يكون false فبالتالي هو true, أو أنا بعمل assumption إنه هو true وبشوف كيف بيطلع عندي تناقض بحيث انه بيثبت لي انه الاوريجينال الاوريجينال مش العكس هي انها فولس. فالcontradiction اني اجد تناقض باللوجيك, يكون في عندي اشي illogical بيطلع معي لما اعمل assumption انه proposition is true وهو فولس, او هو true هو true انا اعمل له assumption انه فولس. بالاختصار إذا أنا بعمل assumption وهذا assumption وصلني لنتيجة faulty خاطئة illogical, معناته assumption تبعي خاطئ وعكس هذا assumption هو true. خلينا نأخذ هذا المثال. Prove that the cubic root of 1332 less than or equal 11 is false. زي ما تعودنا نعمل أول إشي أول خطوة assumption. هلا العكس لا هاد هاي الجملة انه هاد الكيوبيك روت هو اقل من 11 انه يكون اترو. اذا assumption انه the cubic root of 1332 is less than or equal to 11 is true. هاد الassumption اللي هو انا بدي اعمل assumption واشوف هذا assumption وين بيوصلني. فهلا المفروض عن طريق انه لا اثبت هذا الجمله هاي انها false لازم اثبت انه العكس انها true رح يعطيني faulty logic اشي غلط. اثنين proof, خلينا نحكي ناخذ هذا الجذر 1332 ونعمل عملية تكعيب لهم للطرفين, فبتصير عندي 1332 أقل من أو يساوي 1331 طبعا, وهذا هو غلط لأنه 1332 أكبر من 1331. thus وبالتالي بستنتج إنه الassumption تبعي اللي وصلني لهاي الفولتي لوجيك اللي هون هو غلط, assumption خاطئ, وبالتالي أنا هيك بكون أثبتت إنه الجذر التكعيبي لألف وثلاثمية جذر التكعيبي لألف وثلاثمية واثنين وثلاثين أقل من أو يساوي 11 is false. كمان مثال ثاني فيه implication. Prove that if n is a perfect square then n plus 2 is not a perfect square. If n is a perfect square هاي p, then n plus 2 is not a perfect square هاي q, and p implies q. خلينا نتذكر بالimplication عندي بتكون false يعني فيها faulty logic لما يكون الhypothesis اللي هو P الشرط اتحقق لكن جواب الشرط ما تحقق. هون الimplication بيعطيني false معناته فيه faulty logic مش logical. تمام, هلا أنا علشان أحل بالcontradiction بدي أشوف إذا كان عكس الإشي عكس الجملة هو الحال فايش بتتبع عندي, هل بيطلع عندي contradiction ولا لا عشان اقدر اثبت الجملة اللي عندي. طلع عندي contradiction فمعناته انا اثبت الجملة, طلع عندي contradiction من عكس الجملة هاي فانا اثبتت هاي الجملة لانه عكسها طلع غلط, واذا ما طلع contradiction طبعا انا هيك ما قدرت اعمل لها proof لانها هي غلط الجملة بتكون. تمام, هلا خلينا نعمل assumption اول اشي اول خطوة assumption. الassumption إنه P اللي هي الhypothesis هي true is true, أو خلينا نحكي أحسن N is a perfect square. إيش يعني N is a perfect square؟ معناته N equals X squared اللي هو من ال definition اللي تعلمنا. X أي مجهول طبعا بشرط إنه X is an integer. هلا الassumption الثاني اللي هو انا بدي اعمله انه p q تكون العكس اللي هي p تكون is a perfect square, n plus 2 is
لأنه حكى لي not فأنا بدي العكس is a perfect square معناته n plus 2 equals مثلا خلينا نلاقي أي رقم ثاني اللي هو y squared بقدر هون أعوض محل ال n ب x squared زائد 2 equals y squared هلأ لبروف الخطوة الثانية proof عندي x squared بدي أثبت إنه n plus 2 هلأ الخطوة الثانية 2 اللي هي لبروف أنا من هون بقدر أعوض قيمة n فبتصير عندي x squared من هون زائد 2 بتساوي y squared هاي بقدر أخليها على شكل y squared ناقص x squared equals 2 طبعا هاي فرق بين مربعين بقدر أحللها x ناقص y ناقص x ضرب y زائد x بتساوي 2 هلأ بما أنه حاصل الضرب بين هاد الطرف وهاد هو 2 فأكيد واثنيناتهم الرقمين y و x المجهولين عندي هم integers فأكيد واحد منهم لازم يكون بيساوي الرقم واحد والثاني لازم يكون بيساوي الرقم اثنين أنا ما بيهمني أي واحدة فيهم بتساوي واحد أي واحدة فيهم بتساوي اثنين نقدر نختار أي واحدة نحكي y زائد x بتساوي اثنين y ناقص x بتساوي واحد هلأ خلينا عشان نطلع قيمة y هون مثلا لأنه أنا عندي x مع x بتروح لما أجمع تصير 2y بتساوي 3 y بتساوي 3 على 2 هلأ 3 على 2 هو عبارة عن رقم كسري وأنا حكيت إنه y هون لأنه لما يكون perfect square لازم تكون y is an integer علشان يكون هذا الرقم perfect square لازم يكون بيساوي integer مربع لكن أنا لما مشيت من الـ assumption إنه n زائد 2 هي perfect square وصلني لـ contradiction بحكي لي إنه y بتساوي 3 على 2 واللي هو مش integer وبالتالي n plus 2 plus 2 is not a perfect square بسبب وصولي إلى هذا الـ contradiction إذن أنا هيك بكون أثبتت هاي الجملة باستخدام الـ proof by contradiction proof رقم 5 هو proof of equivalence اللي بيتعلق بالـ biconditional P if and only if Q حكينا بالـ equivalence laws إنها equivalent logically equivalent لـ P implies Q and Q implies P يعني منقدر نفكها لـ two conditional statements بينهم and خلينا نأخذ هذا المثال Prove that n is odd if and only if n square is odd بحيث إنه الدومين لآن هو الـ positive numbers نيجي هلأ نترجم الجملة من كلام عادي لـ propositional logic n is odd خلينا نعطيها p if and only if معناته biconditional n squared is odd معناته q هاي عندي طلعت biconditional statement حكينا الـ biconditional statement هي equivalent logically equivalent لـ two propositional statements اللي هم P implies Q and Q implies P هلأ بلش نحل عندي أول جملة رح تكون اللي هي P implies Q اللي هي بتحكي if n is odd then n square is odd ثاني جملة بتحكي if n squared is odd then n is odd هلا هدول منحلهم بطرق البروفز اللي تعلمناهم اول واحدة direct proof هلا if n is odd خلينا نعمل الassumption اللي هي حليناها اصلا قبل هاي بس نرجع نحلها assumption انه n is odd لما يكون odd معناته equal to 2k plus 1 بحيث انه k هو عبارة عن integer the proof انه n square is odd
بما انه n هي عبارة عن 2k plus 1, n squared هي عبارة عن 2k plus 1 الكل squared, دي افكها تصير 4k squared زائد 4k زائد 1. دي احول هاي الصورة لصورة ال odd number, تصير عندي 2 في 2k squared زائد 2k زائد 1. وحكينا بما انه k هو انتجار ضرب أو تربيع انتجار وجمعه مع انتجار ثانيين بيعطيني انتجار, فبصير مثلا نحكي L 2L زائد 1 أو أي رمز. بالتالي أنا أثبتت أنه إذا كانت N هي odd, إذا N squared هي odd. هلأ الجملة اللي وراها, if N squared is odd then N is odd, هاي إذا نطلع المعطى هو الـ conclusion اللي بقدر أتعامل معه بسهولة. شو حكينا بنعمل هون؟ حكينا هون contra positive اللي هي أنا بدي أعمل not q implies أو not p, هون بهاي الحالة not p implies not q لأنها هي q implies p. فبتصير if n is even اللي هي ال translation لا not p then not q, if n is even then n squared is even. تمام, n is even اللي هو ال assumption, نحكي انه it's true assumption, n is even معناته n equals 2k. لproof بدي اعمل proof ل n squared انها is even. هلا بما انه n هي عبارة عن 2k, اذا n squared هي عبارة عن 2k squared واللي هي 4k squared. نحولها لصيغة صورة ال even number, ناخد 2 برا 2k squared, وحكينا k هو انتجر, بما انه انتجر ضرب وتربيع الانتجر بضل انتجر, اذا بقدر اعوض محله اي رمز ثاني 2l. باثبتت انه n squared is even عن طريق الassumption. بالتالي بما انه انا اثبتت انه not p implies not q is true وهي logically equivalent ل q implies p, فبالتالي p q implies p هي true. وبما انه انا اثبتت p implies q واثبتت q implies p انه هدول الجملتين هم true, معناته أنا أثبتت إنه P if and only if Q, وهذا هو الـ proof of equivalence. proof رقم 6 vacuous proof, وهو proof بيتعلق بالـ implication. هلأ باقي الـ proofs اللي ضلوا عنا including this one هم proofs بتعلقوا بس بحالات خاصة معينة. هلأ الـ vacuous proof هو إثبات إنه الـ implication P implies Q بيكون true لما ال condition p بيكون false. هلا اذا بنتذكر لل truth table تبعت ال implication او ال conditional statement, true true false false true false true false, رح يكون عندي ال implication لما يكون true 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 false هيكون false, false true هيكون true, false false هيكون true. إذا منلاحظ الحالة اللي فيها الحالات اللي فيها ال condition اللي هو p بيكون فيه false, ال proposition لا ال implication اللي هو ال implication بيكون true دائما, وين ما ال hypothesis أو ال condition false معناته ال implication true. يعني أنا أثبتت ال implication عن طريق إثبات إنه ال proposition false. هلا خلينا ناخذ مثال. prove p0 is true where pn is if n is greater than 1 then n squared is greater than n. هلا هون عطاني قيمه اللي هي 0, فانا بقدر بسهوله اثبت الجمله اللي عندي عن طريق اني اعوض قيمه الزيرو. هلا if n is greater than 1 this implies انه n squared is greater than n. هلا pn اللي p0 نعوض محلها 0 is greater than 1 implies انه 0 squared اللي هي 0 is greater than 0. هلا 0 is greater than 1 هاي false, this implies برضو هاي false,
رح يعطيني زي ما بنشوف بالtruth table هيعطيني truth value رح تكون true للimplication. هلأ بغض النظر عن هاي يعني ما بتهمنا, يعني ممكن تكون الستيتمنت اللي هي الكونكلوجن تكون أطول شوي, فيش داعي نحلها لأنه طالما أكيد طالما الكونديشن فولس أكيد الامبليكيشن رح يكون ترو. يعني بغض النظر عن التروث فاليو للكونكلوجن رح يكون الامبليكيشن ترو. بروف رقم 7 التريفيال بروف كمان برضو بيتعلق بالامبليكيشن, هو هلأ عكس الـ vacuous proof. هون بدي أثبت the truth of the implication عن طريق إنه أطلع إثبات لـ إنه الconclusion هو true. إذا بنلاحظ بالـ truth table عندي إذا كان الconclusion true اللي هو الحالتين هدول, الـ implication دائماً true. يعني هلا انا عندي حالات معينه فيها الامبليكيشن ترو, حكينا بالفاكيوس بروف بيكون ترو لما اكيد ترو لما تكون الكونديشن لما يكون الكونديشن فولس هون وهون, بينما بالتريفيال بروف لما يكون الكونكلوجن ترو دائما فالامبليكيشن اكيد ترو. خلينا ناخذ هذا المثال بروف ذات p of 0 برضو هون تعويض is true where p of n is if a is greater than or equal to b. This implies إنه a n is greater than or equal to b n. بدي أعوض طبعا. هلا أنا هون ما بيهمني ال hypothesis أو ال condition, فأنا مش معنية بالقيم اللي هون. a to the power 0 is greater than or equal b to the power 0, a greater or equal than b, A0 هي هتكون 1 is greater than or equal to برضو 1 بغض النظر. فبالتالي هاي رح تكون عندي مش مهم شو هي القيمة, رح يكون عندي الconclusion للimplication رح يكون true. وبالتالي طالما الconclusion Q هون عندي true فبالتالي أكيد 100% الimplication true. إذا عندي الimplication التruth value إلو true, بالتالي أنا أثبتت إنه P of 0 is true. آخر proof اللي هو proof by counter example. إذا منتذكر بال predicate logic حكينا إنه ال counter example هو إشي بيتعلق بال universal quantifier for all x P of x. حكينا ال counter example هي قيمة داخل الدومين اللي بتجعل لي statement for all x P of x false. فأنا رح يعطيني جمل وأثبت هاي الجمل is it true or false عن طريق إني أجد counter example. نأخذ هذا المثال show that every positive integer is the sum of the squares of two integers is a false statement. جميع الأعداد ال positive الصحيحة الموجبة الصحيحة هي ناتج جمع مربعين رقمين صحيحين ثانيين. هلا هي هاي false وهو بيطلب مني أثبت إنها false عن طريق إيجاد counter example. ممكن يحكي لي مثلا إنه show that not every positive integer is the sum of إلى آخره is a true statement, بينما رح تكون true وأنا رح أجد ال counter example وأثبت إنه الجملة اللي هي not every positive integer is a true statement هون بس حكالي every positive integer رح تكون false statement وأنا بدي أثبتها. على الحالتين رح يكون إني أجد counter example. طبعا بدنا نتذكر إشي مهم إنه الـ counter example هو رقم من داخل الدومين لـ P of X. يعني مثلا هون عندي الـ positive integers هو الدومين, يعني ما بصير أطلع counter example خارج الدومين بكون غلط. خلينا نأخذ رقم وأنا بدي أخذ الرقم N equals 3. هلا حكينا هو the sum of the squares of two integers, N رح تكون بتساوي مثلا عندي Q square زائد P squared. طبعا بما انه n رح تكون مثلا حسب الجملة هاي هي ناتج جمع مربعين, فاكيد بما انه اصلا عم نجمع وعم نربع الارقام رح يكونوا p و q كقيم اقل من قيمة n. فبالتالي القيم اللي داخل الدومين اقل من قيمة n رح يكونوا مثلا q خلينا نعطيها 1 و p خلينا نعطيها الرقم 2. هلا عندي ثلاث حالات ثلاث عمليات جمع. أول إشي رح تكون عندي رح نخد القيم 1 و 1 ورح نخد القيم 2 و 2 ورح نخد القيم 1 و 2.
هلا أول إشي ثلاث بتساوي، هل هي بتساوي نأخذ أول حالة واحد تربيع واحد زائد واحد؟ طبعا لا. ثلاث هل هي بتساوي الحالة الثانية اللي هي أربعة تربيع اثنين تربيع أربعة زائد أربعة؟ طبعا لا. ثلاث هل هي بتساوي اللي هي الحالة الثالثة واحد تربيع واحد زائد اثنين تربيع أربعة، هل هي بتساوي ثلاث؟ طبعا لا. إذا أنا وجدت عندي counter example اللي هو n equals 3، وأكد لي إنه هاي الستيتمنت false، لأنه for all بدها بس قيمة واحدة ألاقيها لا تنطبق عليها الجملة، وبقدر أثبتها إنها غلط. إذا n equals 3 هي الكاونتر example عندي هون.